من عاد رب يعطيكم نعمة وبركة باسم يسوع المسيح، ورب يستخدمكم لمجد اسمه، آمين. خلونا نغمض عيوننا ونصلي، صلي لحظات قليلة. احنا واثقين بأن رب يسوع المسيح هو حاضر في وسطنا، لأن يعني كلمة رب تقول اطلب رب ما دام يوجد، ادعوه هو قريب لكل واحد فينا. بالفعل هو قريب، يعني هو مستحق كل المجد وكل الكرامة، كل السجود وكل العبادة. ولي يا رب أشكرك لأنك أنت إله صالح وإلى الأبد رحمتك. شكرا يا رب لأنك يا رب أنت صاحب كل سيادة وكل سلطان. قل يا رب أشكرك من أجل وجودك معنا وحضورك يا رب يكلل هذا المكان بمجدك وبهائك ومجدك وقوتك وجبروتك. قل يا رب أشكرك لأنك يا رب أنت الإله قادر أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة أو المعجزة التي تعمل فينا يا رب. أشكرك يا رب لأنك أنت إله قادر على كل شيء ولا يعسر عليك أمر. قل يا رب تعال بهذا اليوم، كمل عملك معنا واصنع مقاصدك فينا ليأتي ملكوتك على كل الأرض. يا رب جايين بهذا اليوم ونسبح اسمك، لأنه اسمك برج حصين ويركض إليه الصديق ويتمنى. يا رب أشكرك وأعظمك وأباركك لأنك يا رب أنت إله قدوس، إله السلام، إله المحبة، إله قدوس لأنك أنت ساكن في وسط تسبيحات شعبك. يا ابن السماوي أشكرك لأنك يا رب أنت أعطيتنا يا رب أعظم عطية، هي عطية الخلاص، وأعطيتنا النعمة والبركة. أشكرك يا رب من أجل هذه النعمة الغنية اللي أعطيتنا إياها يا رب. يا رب أشكرك لأنك يا رب أنت موجود وحاضر معنا يا رب بهذا اليوم يا رب، تعطينا نعمة وبركة يا رب حتى نمجد اسمك القدوس دائما وأبدا. يا رب أشكرك من أجل فريق التسبيح، أشكرك يا رب من أجل فريق الترنيم، أشكرك يا رب من أجل فريق العزف، أشكرك يا رب من أجل راعي الكنيسة وخدام الكنيسة وأعضاء الكنيسة يا رب. أعطينا يا رب كل شخص موجود بهذا المكان يا رب بركة ونعمة يا رب. أشكرك يا رب من أجل يا رب الكلمة والمتكلم يا رب. أعطينا يا رب بهذا اليوم يا رب كلمة من عندك يا رب، أنك يا رب أن نسمعها ونعمل بها وأن نطيعها مثل ما أطاع رب يسوع المسيح على عود الصليب. شكرا يا رب. يا رب فريق التسبيح يا رب يسبحون اسمك ويمجدوك لأنك يا رب أنت إله جبار، إله مهوب، لأنك أنت مستحق كل المجد وكل الكرامة. باركنا ولإسمك نعطي كل المجد وإكرام باسم رب يسوع المسيح، آمين.